بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية. نبدأ حلقة اليوم بكلام الله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة اليوم بتتكلم عن محورين. أول محور هيكون معانا تقارير خارجية من محافظة السويس اللي هي محافظتي وأنا بحبها. السويس طبعا زي ما احنا شفنا يعني فيها طفرة كبيرة حاصلة من بنية تحتية وبنية أساسية لتشجير، لإنارة، لمداخل، لمخارج، افتتاحات، وتم افتتاحات بالفعل أمس في محافظة السويس الأربع، منتخب السويس، وطبعا إيجاد الشعلة بحضور السيد محافظ السويس والقيادات التنفيذية والسكرتير العام والسكرتير المساعد. وطبعا النهاردة الخميس تم افتتاح أحد المصانع بالسخنة، مصانع لمواسير الصرف الصحي، ولسه في افتتاحات قريبا جدا في نصر أكتوبر بحضور السيد المحافظ. تاني محور هيكون معانا طبعا استغاثة من رجل أعمال بمحافظة السويس، كل يوم بتعمل له محاضر بدون أي وجه حق، محضر يتعمل في الاسم وينزل على النيابة من غير ما يعرف، ويجي له الكلام اللي هو بيتعمل فيه محاضر. هنجيب طبعا ضيوف الحلقة: النائب السابق السيد المستشار شرف الدين محمد شرف، والأستاذ حسين بغدادي المحامي من محافظة السويس. وبنقول للناس كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وطبعا بنقول لمصر كلها والسويسة كل عام وانتصارات أكتوبر بخير. احنا في شهر أكتوبر كله خير وكله نصر لمصر، واحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، محدش هيعرف يهد المصريين. طبعا احنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن الناس اللي قاعدة في الخارج اللي هي عاوزة تهد مصر، وبنتكلم برضو عن الناس اللي في الداخل اللي قاعدة شغالة في الشائعات والأخبار الكاذبة على التواصل الاجتماعي فيسبوك، الناس اللي ما عندهاش ثقافة تعامل، ما عندهاش ثقافة حتى في الكتابة، بيكتب على الفيسبوك بالنطق، مش عارف هو بيكتب ايه، بيكتب اي حاجة وخلاص. وايضا الناس اللي بتنزل عشان تتصور في اي زيارة مع المسؤولين عشان تقول انا اتصورت مع المحافظ ما او المسؤول ما، وتقول احنا صحفيين واحنا اعلاميين. الكلام ده ما يصحش، سيبوا الناس تشتغل، سيبوا الكاميرات قدام المسؤول، تعرف المسؤول بيقول ايه. مش كل شوية نلاقي واحد طالع لي بموبايل قدام الكاميرا وواحدة طالعة لي بموبايل قدام الكاميرا وتقول أنا صحفية وده يقول أنا إعلامي. الكلام ده ما يصحش. احنا بنطلب من الأمن أو الرقابة نشوف الناس دي مين، أو بتاخد الصور أو الفيديوهات بتعمل بيها إيه. احنا ممكن يعني أطلع ابني يصور قدام أي مسؤول، بس عيب، ما يصحش. كل واحد يخليه في مهنته عشان نعرف نشتغل، نعرف نطلع مادة محترمة تليق بالمسؤول اللي بيتحدث أمام الكاميرا. المهم أنا مش هطول كتير، ياريت فريق الكنترول أو السيد المخرج يطلعني لتقرير من محافظة السويس من داخل الجامعة، ونجيب الضيوف ونرجع لكم تاني. مشاهدينا الكرام، من داخل جامعة السويس نلتقي بالسيد اللواء
عبد المجيد صقر محافظ السويس. مرحبا بيك يا فندم. اهلا بيكم. النهارده بقى عندنا ضيوف ويوم جميل النهارده من داخل الجامعه. هنتكلم عن اليوم ده بعد التكريم الجميل اللي حضرتك كرمت بيه اهالي الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احتفالا بذكرى 1900 اكتوبر 1973 النصر العظيم زائد عيد السويس القومي، فاحنا كل سنه متعودين نعمل الندوه اللي هي بنعملها في جامعه السويس. الحقيقه في كل سنه احنا بنطور عن السنه اللي قبلها، السنه اللي فاتت كان ليها شكل، انه السنه دي قلنا نعمل شكل اخر مخالف نوصل بيه المفهوم لاولادنا اللي موجودين عندنا من الطلبه زائد اعضاء هيئه التدريس زائد كل الناس اللي موجوده. فالحقيقه احنا استضفنا السنه دي قامات يشار اليها بالبنان، السيد اللواء الدكتور سمير فرج حدثنا عن الشق العسكري وما قبل 73 والاعداد والتنفيذ لحرب 73 بنظره معاصره. الاستاذ كاتب الصحفي العظيم عماد الدين حسين اتكلم عن معانا على الشق اللي هو اهالينا واهلنا اللي هم في الاتجاه المدني كان حالتهم ايه والدنيا كانت ماشيه ازاي من 67 لغايه ما تحقق النصر وبنظره معاصره. وكان لازم نختم استكمال تحرير سيناء بالمعركة القانونية للقامات الكبيرة القانونية بتاعتنا والتيم العظيم اللي تشكل في هذا التوقيت لاستكمال تحرير الأرض وإزاي اتحررت الأرض. فكان لازم علينا نجيب واحد من التيم دون وربنا يديله الصحة وطولة العمر ويمتعنا دايما زي ما متعنا في المحاضرة، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب الدين. والحقيقة يعني اللي أنا بقوله إن الجرعة اللي خدوها الولاد النهاردة أعتقد قدروا يفهموا يعني إيه دولة بتعد نفسها للحرب وكان شكلها إيه، والأبهات والأجداد إزاي قدروا يتحملوا ما لا يتحمله الجبل، وإزاي شكل الدولة والاقتصاد بتاع الدولة كان شكله إيه. فأعتقد لأ هم النهاردة خدوا جرعة جيدة جدا وقدروا يفهموا الموضوع، وأنا أعتقد إن حتى الولاد طالعين شكلهم مختلف، فهمهم مختلف، ثقافتهم للموضوع مختلف. فأعتقد إن الندوة دي على قد ما هي إحنا بنحتفل بذكريات قديمة ولكن راسخة في وجداننا، على قد ما هي بتبني جيل جديد قادر على إنه يقود المسيرة في المستقبل إن شاء الله لصالح الدولة ولصالح السويس وعظمة الدولة وعظمة السويس إن شاء الله. النهاردة يا فندم بقى نرفع بقى شعلة السويس كده ونفرح السويسة؟ أكيد طبعًا. أكيد طبعًا السويس، إحنا السويس ما ابتديناش الاحتفالات من إيقاد الشعلة، إحنا بادئين من ما قبل ذلك. وهنستمر إن شاء الله الفترة القادمة، وأعتقد إن يعني مش عايز أخاطب أهل السويس بناحية وجدانية، لكن أنا بخاطبهم بالشكل الطبيعي والعقلاني اللي موجود. إن لا في حركة في السويس جبارة، وفي حركة ضخمة على الأرض، وفي حركة قادمة لسه على الأرض لصالح السويس والسويسة. إن شاء الله يا رب الخير والسعادة للسويس والسويسة يا رب. السويسة بيقولوا لحضرتك كل سنة وأنت طيب. ده أنا اللي سعيد بيهم وأنا اللي بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أرض زي ما بيقولوا أرض الفداء والتضحية والبسالة والرجولة. نلتقي بالسيد الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس. مرحبا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك ومشرفنا في جامعة السويس. دكتور النهارده شايفين حضور السيد المحافظ وضيوفنا النهارده وانتصارات أكتوبر وحاجة جميلة داخل الجامعة، كلمني اليوم النهارده بيتكلم عن إيه؟ النهارده نسقت مع معالي الوزير عبد المجيد صقر اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر عشان نعمل احتفاليه في رحاب جامعه السويس، والقاعه زي ما حضرتك شايف قاعه كبيره، دي تاني مره نعمل فيها الاحتفاليه، واحنا حريصين جدا على احتفاليه اكتوبر كل سنه وتكريم اسر الشهداء اللي ضحوا بروحهم ودمائهم عشان كل الناس اللي موجوده قدام حضرتك دي تعيش. فانا بشكرهم شكرا جزيلا على حضورهم النهارده، وبتمنى من كل جموع الشعب المصري ان ابناء الشهداء الناس تحسسهم ان انتوا ما انتوش وحيدين، لا احنا جنبكم، وزي ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمهم في كل المحافل المفروض كل قطاعات الدوله تكرمهم، ده اللي عملناه النهارده. اضافه لذلك استضفنا بعض المفكرين وبعض السياسيين على لسان يعني يدوا درس عن انتصارات اكتوبر لابنائنا الطلبه اللي ما حضروش حرب اكتوبر ومن ابناء مدينه السويس الباسله اللي كانت
كانت احد محاور حرب 73، وكان معانا اللواء دكتور سمير فرج، وده مؤرخ تاريخي ممتاز جدا ومصر كلها تعرفه، ادى نبذه ودرس كويس جدا وتكلم عن الدروس المستفاده في حرب 73 لابنائنا الطلاب من مدينه السويس، وكذلك كان في حضور اعضاء هيئه التدريس. ايضا الاستاذ الدكتور مفيد شهاب كان احد المحاضرين في هذه الندوه باحتفالات اكتوبر، تكلم عن التحكيم في طابه ومدى نجاح الجانب المصري في انه ياخد او ان احنا ناخد طابه وشهاده كل من حضروا المحكمه. مشاهدينا الكرام، طبعا السويس بتفرح انتصارات اكتوبر زي ما سمعنا كلمة السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، سمعنا كلمة الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وشفنا امامنا الفنان الكبير هاني رمزي. طبعا عشان ما ناخدش الوقت ارحب بضيوفي، على يميني السيد المستشار والنائب السابق عن محافظة السويس الأستاذ شرف الدين محمد شرف، مرحب بك يا فندم. مرحب بك، أهلا وسهلا. أرحب على شمالي طبعا الأستاذ حسين بغدادي المحامي من محافظة السويس، مرحب بيك يا أستاذ حسين. مرحب بيك يا أستاذ هاني، أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة المستشار، شفنا أمامنا تقرير هو يتحدث عن نفسه من داخل جامعة السويس، وسمعنا ضيوفنا قالوا ايه وابطال حرب اكتوبر، وكان عندنا تكريمات لأسر الشهداء. كلمني بقى عن محافظة السويس وحرب اكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليومين دول بنعيش لحظات قوية جدا وجميلة جدا، وبتسعد كل انسان سويسي، بل بتسعد كل انسان مصري، لان السويس في 24 اكتوبر 73 لم تدافع عن المحافظة فقط، أو لم تدافع عن السويس فقط، ولكنها دافعت عن مصير الأمة المصرية كلها والأمة العربية. وكان نصر أكتوبر، لأن حاول الإسرائيليين أن يفسدوا نصر 6 أكتوبر 73، أن هم يعملوا موضوع الثغرة اللي كل العالم عرفت عنها، أن دي ثغرة تلفزيونية، ولكن بصمود شعب السويس وقواتنا المسلحة وقوات شرطة البواسل قدرنا نصد العدوان الاسرائيلي اللي كان بيهدف الى احتلال السويس ويفسدوا انتصار اكتوبر. والحمد لله انتصرنا ودمرنا كل الدبابات والقوات اللي كانت داخله السويس، بل فروا مذعورين والغالبيه العظمى كلهم قتلوا، والاسر اسر، وحاولوا يخشوا اسم الاربعين اللي هو القديم، ولكن شبابنا ورجال القومه الشعبيه وكل شعب السويس والجيش انقضوا عليهم، والحمد لله ما ادوش فرصه لاسرائيل ان هي تفسد انتصار اكتوبر. وانتصرنا في 24 اكتوبر 73، وبالتالي اصبح السويس عيدا قوميا كل عام بتحتفل بيه، وده النهارده بنحتفل بالذكرى الجميله دي، ذكرى عظيمه بنشوف فيها افتتاحات، بنشوف فيها لقاءات سيد وزير محافظ مع الساده الضيوف من الساده الوزراء. من بالامس القريب كان في سيد وزير الاوقاف ومفتي الديار المصريه لافتتاح المساجد، 5 مساجد بالسويس. النهارده في ندوه تثقيفيه كبيره جدا في جامعه السويس، والسويس اصبح لها جامعه وكليات، وتم افتتاحها طبعا صرح كبير وهو منتخب السويس. منتخب السويس حاجه جميله جدا، حاجة جميلة. احنا كنا منتظرين كمان اليوم بتاع بالامس ده، لان احنا فعلا كنا مفتقدين لنادي اجتماعي للسويسه. اصبح حاليا اصبح لينا النادي اجتماعي للسويسه لكل شعب السويس ومنتخب السويس، وان شاء الله نحتفل باذن الله السنه الجايه بصعود نادي منتخب السويس الى الدوري الممتاز ان شاء الله. استاذ حسين، طبعا قبل ما اخش في موضوع موكلك، انا عارف ان انت جاي هنا لبرنامج جريء وشاشه الصحه والجمال في استغاثه، والاستغاثه دي طبعا هنناشد بيها الجهات الامنيه وعلى راسهم السيد وزير الداخليه. كلمتك بقى اتجاه محافظه السويس وعيد النصر اللي هو 24 اكتوبر ان شاء الله يكون السبت المقبل، كلمتك بقى لشعب السويس. انا شايف ان السويس ابتدت تتغير، ابتدى يبقى في محافظ بجد يعني
ابتدى يشوف البلد محتاجة ايه، ابتدى يشوف في طرق بتتعمل، في حاجات بتتغير، ابتدى يبقى لينا جامعة مستقلة عن جامعة قناة السويس بعد ما كنا تابعين الإسماعيلية، ابتدى يبقى عندنا مشروعات بجد على أرض الواقع، ابتدى في مصانع جديدة بتتفتح في السخنة، في فرص عمل بتتوفر للشباب، في محافظ طب. في كلية طب بتتعمل، في مستشفى تأمين صحي كبيرة جدا بتتعمل في محافظة السويس، طفرة كبيرة طبعا، طبعا حاجة جميلة جدا، بنية تحتية ورصف وعمدة إنارة، يعني السويس دلوقتي بتتفنن، السويس احنا مش بنحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر، لا احنا بنحتفل كل يوم ان في جديد في السويس، وابتدى فعلا يبقى في حد من المسؤولين باصص للمحافظه دي، لان المحافظه كانت مهمله جدا من زمان. انا يعني بصفه شاب من شباب السويس اللي لسه يعني طالعين للحياه وكده، فعلا في اختلاف كبير جدا من الماضي للي احنا موجودين فيه النهارده. يعني السويس بتتغير، السويس بتتغير جدا طبعا، تحت قياده رائعه على الهواء مباشر كده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين طبعا يا استاذ المستشار. نقول للسويس كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، ونقول بقى مصر كلها طيبه بانتصارات اكتوبر، والحمد لله. يمكن اليومين دول مصر اجتازت وحاربت نيابه عن العالم موضوع الإرهاب اللي حاولوا يخلوا مصر تبقى زي ليبيا أو زي العراق، للأسف دولة الشقيقة العربية اللي اتدمرت بأيدي أبنائها من خلال الشائعات والمؤامرات الدولية. أصبح الآن مصر منتصرة على الإرهاب بحاصرة الإرهاب في سيناء. مصر بتدافع عن العالم إحنا كله. إحنا عاوزين توعية لأبنائنا اللي قاعدين على التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما هو سعادتك عاوزين توعية. مصر الحضارة، تمام، مصر التاريخ، نعم، مصر عاش فيها نبي، نعم، مصر دعا لها نبي، مصر تزوج فيها نبي، نعم، مصر ذكرت كم مرة في القرآن؟ ذكرت 5 مرات على سبيل النص، والإنجيل والتوراة 21 مرة، ونقول أصفار العهد الجديد والقديم ذكرت مصر. يعني عاوزين نعرف أبنائنا كده مصر هي إيه. مصر هي الحضارة، مصر هي التاريخ، مصر مصر الأنبياء، مصر الحضارة الإنسانية، لها رسالة إنسانية الحمد لله. فإحنا حاليا بنواجه حروب جديدة اسمها حروب الجيل الرابع، اللي هي بتهدف إلى نشر الشائعات ونشر الفوضى والفوضى وتدمير الشعوب. ست المستشار قول لهم مصر ذكرت في يعني كم مرة وغير كم مرة في أصفار العهد الجديد والقديم وسفر، نعم، الرؤية وسفر، نعم، التكوين، نعم. أنا عاوز الناس توعي شبابنا اللي قاعدين اللي طالعين، معلش، اللي لابس البنطلون محزق، واللي ماشي ببنطلون مقطوع، واللي قاعد على السوشيال ميديا مش عاجبه حد ولا عاجبه مسؤول وبيهاجم، وتبص تلاقي واحد بيكتب الكتابة بالنطق بالبق، نعم، بيكتب غلط مش فاهم. احنا عاوزين توعية للكلام ده كله، تمام. هو وفي ظاهرة غريبة انا عاوز اقطعك، نعم، فيها في ظاهرة طبعا غريبة بتحصل، ويمكن استاذ حسين المحامي مشرفني على الهواء مباشر جاي من محافظة السويس، طبعا ليه موكل بيتعرض كل دقيقة المحضر، نعم، من قبل البلطجية. ظاهرة غريبة، اي رجل اعمال ناجح النهاردة بيتهاجم مهاجمة شرسة، مهاجمة فظيعة، تبص تلاقي واحد رايح عند بيته ينادي عليه، إذا كان هو في خلاف صغير مثلا على بيعة، لا الواحد ده ما يجيبش ناس يقعد الراجل دوت، لا يروح يقول له انزل ويبتز فيه ويروح الاسم ويعمل محضر، تبص تلاقي المحضر طلع على النيابة. كلمنا على الظاهرة بحكم دي، بحكم ان انا راجل كنت نائب سابق، نعم، عن السويس، اعرف الحاج اسماعيل رضوان ده راجل خير وراجل محترم وايده بيضاء وبيعمل في العمل الخيري اليومي باستمرار، في نفس الوقت بيلبي نداء الدوله ونداء المحافظ والمسؤولين، بيشارك في عمليات التجميل والنظافه، بيشارك في اي تنميه موجوده على ارض السويس، ما بيتخلاش، ده واجب قومي ده بيقوم بيه الراجل ده، وفي كثير منه برضو يعني زيه، يعني انا اعرف ناس كتير موجوده على ارض السويس، ولكن اللي بيحصل من ابتزاز ومن قهر للهلاء الرجال الشرفاء ده يؤدي في النهايه الى الناس دي ممكن تسيب البلد وتمشي، نعم، ممكن، نعم، تسيب السويس، نعم، تمشي، نعم، وتنقل استثماراتها البلد، واحنا خسرانين، واحنا بالتالي هنا ولذلك احنا من هذا البرنامج الجريء وبرنامج الصحه بقناه الصحه والجمال بنناشد السيد مدير امن السويس انه يضرب بيد من حديد
وانه يعطي تعليماته للساده رؤساء المباحث كوادر الضباط كوادر الضباط على طول ان الموضوع ده ما يتسابش الناس الشرفاء والابرياء عرضه لابتزاز المسجلين الخطر واللي بكل يوم التاني يأثروا على بلدنا. السويس بتتأثر لما يبقى في راجل ناجح زي كده بيأدي خدمات وبيعمل شغل في البلد إثمار كان في ظاهرة جميلة كده. كان لو واحد رايح يعمل في أي أنا أقسام الشرطة مفتوحة للمحاضر مفيش أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي ده شغلهم بيشتغلوه يعملوا محاضر. ولكن النهاردة أنا ما أروح أتهم مثلا الأستاذ حسين بقول الأستاذ حسين اتعدى عليا بالضرب او الاستاذ حسين لو مؤاخذه يعني بعد احترامي ليك في التشبيه نصب عليا عمل اي حاجه فيا المفروض ضابط الشرطه المحترم ضابط الشرطه بقولها على الهوى المحترم النضيف ابن الناس يعمل محضره ويبعت طلب حضور للمتهم او المشكوك في حقه المجني عليه هناك يجيب المشكوك في حقه. انت عملت كده وفي حاجه اسمها تحريات مبدئية وفي حاجة اسمها تحريات أو الأولية وفي حاجة اسمها إذن نيابة وفي حاجة اسمها ضبط وإحضار. أنا راجل إعلامي وأنت راجل محامي وحضرتك راجل محامي. طيب قبل ما أرجع للحاج شرف أو المستشار شرف أرجع له تاني بالسؤال كلمني عن موكلك إيه اللي بتعرض ليه وإنت جاي النهاردة بتستغاث بإيه بالظبط؟ احنا بنستغيث بالسيد مدير أمن السويس إن أنا موكلي كل شوية نلاقي موكلك اللي هو مين؟ اسماعيل رضوان اسماعيل محمود صاحب شركات مقاولات في السويس وراجل صاحب محاجر يعني ليه باع طويل جدا في التجارة والكلام ده كله. فهو لما كل يوم والتاني يتفاجئ ان في محضر بيحرر ضده وينزل المحضر للنيابة العامة والنيابة العامة تطلب تحريات مباحث تروح تحريات مباحث مثلا او كذا او كذا بشكل مغاير للحقيقه. لا انت كضابط مباحث المفروض تنزل للشارع اعمل تحريات حتى لو كان عندك فكره سيئه عن شخص معين غير شخص موكلي ايا كان الشخص على العموم حتى لو انت عندك فكره خاطئه عنه انت كضابط مباحث المفروض تكون موجود معانا في الشارع تعمل تحرياتك وتشوف الدليل على الواقعه دي ايه وتجيبه. ده احنا مش بنقول المفروض دي بكلام مرسل لا ده احنا طبقا لنص القانون القانون فعلا بينص على كده بيقول لك اثناء تحرير محضر جمع الاستدلالات ده نص الماده 29 من قانون الاجراءات الجنائيه المصري اللي احنا ماشيين عليه بيقول لك ان المفروض مأمور الضبط القضائي ينزل الشارع واول حاجه يعملها يبتدي يسال المتهم لان هو او المشكوك في حقه لان هو اكتر واحد بيكون عنده الواقعة ايه اللي حصل فيها. ما يمكن حد راح قال كلام زيادة عن اللي انا عملته. طيب ممكن تاخد مني اعتراف. انا عاوز افهم موكلك بيتعرض للمحاضر بيتعرض لنزول المحاضر كتير جدا. هل الناس اللي بتروح تعمل الكلام ده في ناس بتحرضهم على الكلام ده ام لا على الله اعلم. بس اللي انا شايفه ان فعلا كده في تحريض ضد موكلي ده يعني هو ابتدى. طب ما هو المستشار شرف بيقول يعني على موكلك اللي هو ده بالبلدي كده بيقول عليه راعي الغلابة. نعم بيقول ايه عليه راعي الغلابة بيقول اللي هو بيساعد الغلابة كله في ميزان حسناته. انا بقول على الهوا ده في ميزان حسناته ولا بيعمل لهاني ولا بيعمل لحسين ولا بيعمل ناس بتكره الخير ده للناس. معلش احنا عاوزين نعرف حل الموضوع ده عشان ما نيجي نناشد مناشدة لنناشدها صح من خلال شاشة حل الموضوع ده ومن خلال برنامج انا بنشد السيد مدير الامن والساده النيابه العامه النائب العام في محضر اتعرض ابعت طلب حضور ويبقى في رقابه على طلب الحضور دوت للمشكوك في حقه. نعم قد يجي ممكن يجيب هو دليل مثلا زي تصوير كاميرات اي حاجه يجيب دليل قاطع على عدم ارتكابه للجريمه دي. نعم. ودي هتبقى حاجه بتفيد جدا في تحقيق العداله. احنا كلنا بنعمل كمحاماه كقضاء كلنا أجنحة للعدالة بنعمل على في سبيل تحقيق العدالة. تمام يعني لا يضر النيابة. طب هرجع للمستشار شرف وهاجي لحضرتك تاني. سيادة المستشار كلمني يعني دي كارثة كبيرة ما يكون صاحب طبعاً. أعمال وصاحب شركات وراجل بيساعد الدولة وبيعمل كل حاجة للدولة وبيقف في ظهر الدولة. كلمني إيه الموضوع. هو في الحقيقة موضوع ظاهرة الجديدة على المجتمع المصري
ودي برضه ممكن نقول دي بنتوقعها في خلال الظروف اللي بتمر بها البلاد، يعني ممكن تكون البطالة، ممكن تكون كده، لكن القانون ما سابش الكلام ده. نعم. والدولة يعني متفهمة لذلك، ومجلس النواب أصدر عدة مواد وتغليظ للعقوبة، لعقوبة المواجهة هؤلاء الذين يبتزوا الشرفاء والأبرياء. طيب اخد المكالمه من السويس واجي لحضرتك تاني. انا معايا الحاج اسماعيل رضوان من محافظه السويس، صاحب شركات الرضوان. مرحب بيك يا حاج اسماعيل. مرحب بيك يا وزاني. حاج اسماعيل انا معايا المستشار شرف الدين محمد شرف النائب السابق عن محافظه السويس، ومعايا الاستاذ حسين بغدادي المحامي طبعا من محافظه السويس. بنتكلم عن المواضيع اللي بتحصل معاك، وقول لي ايه هي المواضيع اللي بتحصل معاك في محافظه السويس. اولا كل سنه وانت طيبين وكل مصر بخير. تمام. حضرتك طيب. استاذ هاني انا اقل واحد من اللي بيعمل لي محضر عليه سوابق سرقه 13 سرقه. ما فيش واحد من الناس اللي عملي محاضر غير انه سوابق وطلع من السجن. طب ايه هي سبب المحاضر بيعملوا ليه المحاضر ليك يا حاج؟ انا عاوز افهم. انا 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 ما بعرف غير ان النيابه تبعتني، ما اعرفش حاجه عن اي حاجه. طب هل المحاضر دي ما بتتعمل في الاسم قسم الشرطه ما اللي تابع لدائرتك او سكنك بيبعت لك طلب حضور؟ ما حدش بيبعت لي طلب حضور يا زهاني. انا اتصلت بالاسم يا زهاني الساعه 2 بالليل، قلت له ام في راجل بلطجي يشتم تحت البيت وهو واخته وعمالين يشتموا ويسبوا الدين وعايزين مني 10,000 جنيه قرده. انا ليه تعليق على الجزئيه؟ اتصلت بالاسم يا استاذ هاني الضابط المحترم اللي انا كلمته قال لي هبعت لك كل الامن ياخده. قعدت لغايه الساعه 6 الصبح، من الساعه 2 ما حدش بعت لي حد، وانا حريمي في البلكونات وعيالي في البلكونات واخواتي بحريمهم في البلكونات، يعني احنا هنفضل نشتم من الساعه 2 لغايه الساعه 6 الصبح هو وغيره كتير عملوا كده. طب احنا نعمل ايه؟ نزلنا من بيتنا عشان احنا ما نبقاش قدام حريمنا مش رجاله. يلا يا ابني يلا يا ابني، عايز يعور نفسه وعايز يعمل نفسه. الساعه 1:30 الظهر يا استاذ هاني راح رمى بلاد الاسم وعمل لي محضر، والظابط لو انا قلت له فلان بيشتمنا عند البيت، هو اللي هو ونائب المامور اشرف ده عبد الباسط قالوا له روح اشتكيه واعملوا له محضر. ايه اللي تم تاني يا حاج؟ وانا بناشد السيد وزير الداخليه، ولو حقي ما جاش انا هسيب مصر كلها وهمشي. وانا وجميع اسرتي احنا 9 اسر هنسيب مصر ونمشي، وبلاش السيد رئيس الجمهوريه. انا راجل وقفت مع الدوله يا استاذ هاني. اتفضل. وكنت واقف في الثوره وخدت جميع القيادات وحافظت على الاسام وجبت السلاح كله بتاع الاسم وختم الاسم وسلمته. وانا ما عملتش اي حاجه غلط في الدوله، وعمري ما كان ليا مصلحه في الدوله غير ان اقف معاهم. تمام يا حاج، حاضر، رسالتك هتوصل. احنا معانا الاستاذ حسين بغداد ومعانا المستشار شرف، رسالتك هتوصل. اشكرك يا حاج. بصراحه من الرجال الشرفاء، وبيقوم بدور في السلام الاجتماعي. لما على فكره اللي كان بيتعرض على الشاشه دلوقتي شايف ده تكريم من رئيس الجمهوريه. ايوه، درع من رئاسه الجمهوريه على لمه للسلاح. ايوه، ما انا بتكلم على الجزئيه دي، السلاح اللي هو بيلمه عشان الارهابيين واللي احنا بنشوفه. أيوة. حفاظا على جنودنا وعلى الناس اهالينا، وطبعا شهاده بلم السلاح اللي يعني الراجل مش مقصر. لا هو تكريم من جامعه السويس، السلاح والالغام والأسلحة من الإرهابيين أو من المناطق اللي موجودة، ده يتعمل له وسام وما بيجعهاش من نفسه. لا، ده بيقبض تعليمات أمنية. ده رجل دولة، الرجل ده رجل دولة، مش رجل يعني من الشارع، ده رجل دولة من الطراز الأول، إن هو بيحافظ على شعب مصر وبيحافظ على شبابنا من القوات المسلحة والشرطة
لما بيخش في الجبال برجالته عشان يجيب الاسلحه دي ويخزنها ويسلمها للقوات المسلحه وبسعادتك، ده يعني بينقذ عشرات بل مئات بل الاف من الاسر والشباب من القوات المسلحه. يعني ده يتعمل له تمثال. ده يتساب؟ لا ما يتسابش. ده واجب على الدوله ان هي تحميه من البلطجيه ومن المبتزين اللي هو بيستغلوه عشان ياخدوا جاي يعور نفسه او يعمل بتاع ده. هو بيقول لك اتصل بضابط المباحث صراحه. قال لي تعليق على الجزئيه دي. اتفضل اتفضل بعد اذنك. اتفضل. المفروض ان احنا هنا التبليغات او الشكاوى لما بتوصل للاقسام القانون ما رسمليش شكل معين ان انا اروح ابلغ في الاسم. هو قال بشتى الطرق باي طريقه كانت، سواء الفاكس سواء مكالمه التليفون، ده حق اصيل لكل انسان وكل مواطن مصري اي حاجه. وشرطه النجده دي موجوده لحمايه الناس. لما انا بقى اتصل بضابط واقول له في بلطجي بيتعدى او بيتهجم عليا والضابط ما يجيش، يبقى اصبح هنا انت كده بتختلق في تقصير طبعا في تقصير طبعا وانت هنا بتختلق مشكله كبيره جدا. ما ممكن الموضوع ده لو كبر شويه انزل بقى فعلا متهم في قضيه كبيره جدا. انا هنا يعني موكلي الظلم اللي هو حس بيه في الموضوع دوت كبير جدا بسبب يعني، ولا اتصل انا اللي اتصلت ومحدش جالي، وفي الاخر الاقي نفسي تاني يوم الساعه 1:30 نازل متهم. مشكله كبيره جدا يعني. انا بطالب السيد مدير امن السويس يعني ينبه على قيادات الاقسام والكلام ده كله، ان هو لو في شاكي وفي مشكو في حقه نبعت للمشكو في حقه نساله في المحضر كلمتين، ممكن اخد منه اعتراف بالواقعه يوفر عليا تحريات ويوفر عليا حاجات كتير جدا. ممكن يكشف لي عن جريمه تانية. احنا كان لو مؤاخذه صح سته مستشار كان الاول بنسمع يعني زمان قبل الثوره التحريات، لا اللي بيروح يعمل محضر كان عندهم حاجه اسمها يعني المخبرين الكلام ده لابسين طلب حضور بيبقى عارف بيه كل واحد، لو بيبقى عارف ذوقه كل شارع الحاره شيخ الحاره شارع كل واحد. وحاليا في خلي بالك حاليا يعني موجود لحد دلوقتي بس مش الحارة. بس مش لابسين جلاليب، لابسين جينز يعني. بس محترمين وعارفين كل واحد، عارفين كل حاجه. نعم اخد بالك بيتعمل محضر انت تعرف فلان فلان ده ايه، ينفع يضرب ده، ينفع يعور ده، ينفع ينصب على ده، ينفع يسرق ده. بيبقى في حاجة اسمها تحريات. أيوة. أولية. نعم. أو مبدئية قبل ما نروح. نعم هو برضو احنا حظنا حلو ان انا اعرف. طب نطلع فاصل معالي ومزاشي اتفضل. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم من جديد. طبعا سيادة المستشار احنا طلعنا فاصل كده. استاذ حسين ريلاكس اعصابنا. مصر ام الدنيا، والسويس بلد النضال، بلد الابطال، بلد الصمود. نعم ان شاء الله مصر في المقدمه غصب عن القاسي والداني. انا بضيف برضو زياده على كلامك الطيب ده ان مصر في امن وامان بفضل الله سبحانه وتعالى. ان مصر في امان وهي مصونه ومحفوظه بالله سبحانه وتعالى. وسيادتك لما بتتكلم على ان مصر ذكرت في القران فعلا الحمد لله، فمصونه ومحفوظه من الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت الامان والامن اللي احنا بنعيشه، لا ده في رجاله بتسهر على راحه وامان المواطنين. نعم عندنا احنا مدير امن السويس مساعد وزير الداخليه، ده راجل اصلا معلوماتي انه راجل من الامن العام، جاي من الامن العام. نعم. بل من المباحث يعني مباحث الجنائيه اصلا. ده راجل انا متهيأ لي ما فيش حد يجرؤ في السويس انه يعتدي على حرمه مواطن او الانسان بريء، وانه حتى مش مجرد انه يعتدي اعتداء كمان سافر، انه حتى يسب او يقذف او 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 يشهر بانسان. نعم. لان اولا قانون العقوبات ما سابش ولا حاجه. في نفس الوقت اللي شهرين على تنفيذ القانون في السويس عندنا بالذات، لان السويس فعلا امنيا ممسوكه كويس. والمواطن دلوقتي بينزل في الفجر، بينزل في اي وقت من الاوقات، البنت بتنزل. ايوه احنا لو يعني هنرجع من لو هنرجع ورا شويه. ايوه سنين، مش هنقول بقى ما كانش في سنين كده. كنا بنخاف على اسرنا. نعم. وبنخاف على بناتنا وبنخاف على اطفالنا. بالظبط. والبلطجي ده يقف بالالي، والبلطجي ده يقف بالفرد، والبلطجي. نعم. ده يقف مش عارف بايه، وبتبص تلاقي مجاعه.
مش عاوزين نرجع عليك الكلام ده تاني. لا 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 لا. عندنا رجال امن وهم رجال الامن من الداخلي من اكفأ الرجال طبعا على كزباط. الكمائن نعم. واقفين على الكنائس واقفين على خدمات 24 ساعه لازم نديهم حقهم نعم. تحت تعليمات الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي وتحت تعليمات طبعا السيد وزير الداخليه نعم. في كل مصلحه فيها الصالح وفيها الطالح. ما تنساش محافظ السويس سياده اللواء عبد الجليل الصقر راجل عسكري اصلا نعم. بالدرجه الاولى نعم. انا جاي لك انا جاي لك انا برجع تاني لايه بقى انا بقول لك كل مصلحه فيها الصالح وفيها أيوة. الطالح نعم. يعني فيها الحلو وفيها الوحش صوابعك دول مش زي بعضهم نعم. النهارده لو في تواطؤ احنا بنعالج التواطؤ ده بحاجه تاني. ايه هي الحاجه التانيه؟ رد بقى عليا حضرتك بالحاجه دي. اما انا اروح اعمل محضر وما يجيليش طلب حضور. ما هو دي حضرتك يمكن وقتها كان في تقصير حاجه معينه ولكن ده مش ظاهره نعم. ومش هو ده الاصل. ده الاصل فعلا ان اي مواطن طبقا للقانون يتقدم لقسم الشرطه للابلاغ عن تعدي عليه على طول قسم الشرطه بيتحرك وبيقبض على الرجل المعتدي او بيعمل تحريات او المحضر اللي وصل النيابه وكيل النيابه المحترم بيطلب تحريات المباحث بتيجي التحريات حقيقيه وبالتالي بيتخذ الاجراء ضد المشكوك في حقه بل سعادتك نعم. ولكن ان يطلق الامر على هذا الاساس احنا متعاطفين لان شايفين ان الحاج اسماعيل ده بالذات اسماعيل رضوان ده رجل انا بقول لك رجل خير وراجل محترم وده انا بقول متصل لدرجه انه بيطلع اكتر من 20 30 واحده ست على راجل سنويا في العمره نعم. قبل موضوع الكورونا وبل سعادتك غير بقى الحاجات الخيريه الثانيه بالالاف اللي الناس بنشوفها بعينينا في منطقه الاربعين يعني بصراحه. فبالتالي الراجل ده اللي عاوز يعني لما يجي بلاغ منه او يجي حد يعتدي عليه وبعدين يجري يعمل بلاغ في الاسم عشان يبتزه لا يبقى الموضوع لازم الاجهزه كلها تتحرك مش بس اسم الاربعين ده بل مديريه الامن كلها تتحرك لان ده الراجل بتاع الدوله بيحمل بيشارك في السلم الاجتماعي في السويس ومن هنا احنا كمان نساعده احنا كمان كناس شرفاء في السويس وبنعمل في العمل العام لازم نقف من خلال هذا البرنامج نتكلم نقول حقيقه الراجل ده لابد ان كل الناس المسؤولين يشوفوا ايه الشكوى بتاعته اذا كان في حد اعتدى عليه او شهر بيه او سواء في التواصل الاجتماعي زي ما كان بيحصل قبل كده عن طريق فيسبوك او التويتر او الواتس او بتاعه ويطلع كلام غير حقيقه. لا ده القانون اولا ما سابش حاجه زي كده في نفس الوقت تحرك الدعوه الجنائيه عن طريق الساده النيابه العامه بحيث تقبض على الناس المجرمين دول يكونوا عبره عشان ما تتوسعش ايوه فعلا يا اصحاب الاعمال يعني هم اصحاب الاعمال او رجال الاعمال اللي هم موجودين على مستوى جمهوريه مصر العربيه 27 محافظه مش هنقول نعم. محافظه السويس بس اما يحصل معاهم الكلام ده هينفروا هيهربوا هيصفوا اعمالهم بالخساره ويروحوا يعيشوا بره واحنا كشعب متضررين فعلا هو ده اللي هو بيعمله دلوقتي بالفعل هو ده اللي هو بيعمله دلوقتي بيصفي اعماله في السويس بيبيع ممتلكاته بيخلص كل حاجه عشان هو ليه ده احنا في دوله قانون ليه احنا في دوله قانون حضرتك مش وقعه واحده يا استاذ هاني ده كذا وقعه حصلوا معاه على نفس مع موكلك برضه هو الحاج اسماعيل رضوان نفس النمط ونفس المنوال بيحصل معاه نفس الواقعه بتتكرر كل شويه وناس بتيجي تبتز بفلوس واخر مبلغ طب سمعناه طب ايه المشكله انا هقول لحضرتك على حاجه ده شغلكم شغل المحاماه طب ايه المشكله يعني اللي يجي لبيت او لباب او لشركه من شركات الحاج اسماعيل مثلا وجاي بيعمل معاه مشكله ايه المشكله اما يطلب النجده مباشر ما يطلبش ظابط حتى لو هو الظابط اللي في الاسم في الدايره في علاقه شخصيه في محبه في اصول في جدعانه في اي حاجه ما يتصلش بيه ما يتصل بالنجده ايه المشكله في كده بلاغ النجده ده منه للوزاره او للمديريه صح يا ساخن طبعا صح طبعا ولا انا بتكلم ما يتصل بالنجده حصل يا استاذ هاني وما جاتش برده شرطه النجده تلحقه من اللي كان بيحصل قدام طب رد بقى انت لا ما هو دي بصراحه يعني لو حصل ان الحاج اسماعيل او اي مواطن ده حق اي مواطن اصيل لاي مواطن ان يتصل بالنجده في اي وقت تمام ولعلم شرطه النجده معمول
معمول لهذا الاساس اجهزه وزاره الداخليه معمول للاساس ده هو موجود لنجده المواطنين، هو اسمه شرطه النجده. نعم. لنجده المواطنين. نعم. حل وجود اي تعدي سواء بالسب سواء بالقول سواء بالفعل اي تعدي بيحصل. طب انا عاوز اسالك سؤال، ايه موضوع الحبس الاحتياطي؟ فهمني موضوع الحبس الاحتياطي. طبعا احنا اتفاجئنا بالسيد وزير الداخليه والسيد وزير العدل ان في اجتماع ما بينهم وبيناقشوا ان هم يشوفوا موضوع الحبس الاحتياطي عن طريق الكاميرات من غير ما ننقل المتهمين من السجون والكلام ده كله، وبالفعل اتجرب وموضوع ناجح جدا. طبعا احنا نشكرهم جدا. موضوع جميل هيوفر على الدولة فلوس كتير جدا 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 في نقل المتهمين كل يوم، هيوفر خطورة نقل المتهمين لان المتهم عشان يطلع لازم يبقى فيه تأمين جامد جدا ومأمورية كبيرة جدا معاه، هيوفر على الدولة حاجات كتير جدا. انا شايف ان هو موضوع جميل. طيب عاوز منك حاجة في عجالة، تناشد السيد مدير امن السويس بايه؟ انا بناشد السيد مدير امن السويس لما يجي ان هو يشد على قيادات الاقسام كلها بتاعه السويس، لما يجي مواطن يشكو في حق مواطن تاني، اقل ما فيها واجب المشكو في حقه او احتراما للمشكو في حقه نجيبه نساله هل انت فعلا عملت كده؟ ممكن يكون معاه دليل تاني يغير لنا مجرى الموضوع خالص. في حاجه تانية، لازم يكون في رقابه اكتر من كده على الاقسام، على ستيفا النيابة ان هي تنفذ طلبات الحضور للمشكو في حقهم. نعم. عشان ما نقعش في الغلطة اللي بيقع فيها موكلي، لما يجي واحد عنده 13 سابقة مسجل سرقات ومسجل تعدي وسطوه مسلح يعمل شكوى في موكلي، موكلي اللي ما عندهوش اي سابقة اصلا ولا اي حاجة، يبقى هنا كفة الميزان ارجح لمين؟ هنا كفة الميزان ارجح طبعا لموكلي، مش بدافع عنه بس انا بقول الحقيقه اللي موجوده. لما يجي واحد تاني في واقعه مغايره عليه ست سابقات مسجل سرقه برضه مسجل خطر هربان من الامن، ويجي يعمل نفس الواقعه ويبتز موكلي بفلوس علنا وجهرا تحت بيته واقعه مسجله يعني بالكاميرات، احنا نقول لا للابتزاز، نقول لا للابتزاز طبعا طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً، لان رجال اعمال كتير جدا في السويس اتعرضوا للابتزاز ده. سيادة المستشار، طب نكمل الكلام الجميل اللي قاله سيادة المحامي الجليل استاذ حسين، ان هو يعني بيتكلم على المشكوف حقه باعتباره يعني رجل له حق، وفعلا له حق، ولكنه امام القانون ده متهم. نعم. امام القانون متهم، والاجهزه الشرطيه بتحرص على ان تقبض على هذا المتهم، يعني ده بنص قانوني، والنيابه العامه بتحرص على انه يتم تحريك الدعوة الجنائية ضد هذا المتهم. فاحنا دلوقتي بنقول الكلام ده ليه؟ عشان يهم العدالة ان الحقيقة تظهر، عاوزين الحقيقة المجردة تظهر. اناشد السيد مدير عشان نحقق العدالة، احنا بنطالب بتحقيق العدالة. نعم. بنطالب بتحقيق الامن زي ما بنقول السويس المخطئ يحاسب، يحاسب زي ما بنقول السويس فيه بنشعر فيها بالامن والامان بفضل رجال الامن اللي بيسهروا على راحتنا كشعب، ولكن لما يبقى في انسان يتعرض للابتزاز وللظلم ده انسان بريء. لابد من التحرك بسرعه لمواجهه هذه الظاهره حتى لا تنتشر، وبالتالي احنا كمان من الامن اللي احنا بنتغنى بيه دلوقتي وعايشين فيه هيبقى يهدد هذا الامن. تمام. ولان الراجل ده برضه وراه ناس، وراه شعب، وراه اهالي وحبايبه كتير، لان الراجل بقول لحضرتك راجل مجتمع. ممكن هنا الناس دي ازاي رأي تشوف ابنهم او اخوهم او ابوه عمال يتعرض للابتزاز ويسكت ومفيش حد بيرضع؟ لا، بالتالي احنا كمان كمواطنين مش هنرضى بالكلام ده، سواء لحاج اسماعيل او سواء لاي انسان على ارض السويس. نقول تحيا يعني مصر، طبعا تحيا مصر وتحيا رجال الامن. كلمه اخيره، كلمه في عجاله عشان عاوز اعرض من كلمه في عجاله جدا. لا يضر العداله افلات متهم من العقاب بقدر ما يضرها الزج بمتهم بريء خلف القضبان. دي جملة ليها تفسير كبير جدا. طب ما تقول بقى لأصحاب النفوس الضعيفة المريضة، إن لم تستحوا ففعلوا ما شئتم. طبعا بس القانون وراهم، القانون وراهم، سيف القانون وراهم، سيف العدالة ورا هؤلاء
عشان دي مش هتتكرر تاني ان شاء الله. وانا بقول لحاج اسماعيل اطمئن. طب نشوف الشغل المنتخب السويس كده على الهواء، يا ريت لو المخرج معاه الصور. نرجع لاحتفالات السويس بقى. ده اساسي يعني. بصراحة يعني ان شاء الله يعني برضو العدل يعني ان شاء الله يا مسهل يا رب. دي حاجه جميله كده كانت في محافظ السويس، سيد محافظ السويس. طبعا ايجاد الشعلة انتصارات اكتوبر دي بدايه احتفالات قاد الشعلة، بدايه احتفالات السويس بالعيد القومي بالظبط، وقدام قبر الجندي المجهول امام المحافظه في حديقه الخالدين. شعب السويس كله من زمان يا استاذ هاني ما شفناش احتفال زي كده بمحافظه السويس. علقوا انتوا بقى اشتغلوا مزعين المحافظه البسيله قلعت النضاره اشتغلوا انتوا مزعين. مش القصد يا استاذ هاني والله اهو احنا بنتكلم، هات لي الكاميرا اهو، احنا بنتكلم كمواطنين دلوقتي. كنتوا هناك؟ احنا بنتكلم كنتوا هناك؟ طبعا ماشي. احنا بنشعر اهو السيد المحافظ امامنا زي ما احنا شايفين كده حاجه محترمه. نعم اهو ايجاد الشعلة طبعا في محافظة السويس للعيد القومي بالمحافظة. ده كان على خلي بالك على سمسمية واغاني السمسمية وكان بيغنوا يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي طبعا استشهد تحتك وتعيشي انت. حاجة محترمة جدا زي ما احنا شايفين طبعا رجال الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي. حاجة محترمة جدا. وتم طبعا افتتاح منتخب السويس. طفرة كبيرة حصلت في المحافظة هناك جداً. يعني كل يوم في افتتاح، كل يوم في مشروع، كل يوم في جديد في المحافظة. والنهاردة فتحوا طبعا مصنع للمواسير اللي هي للصرف الصحي كويس. والمواسير المياه حاجه عاوزين محترمه. كل يوم يتفتح عشرات. طب كلمه سريعه بقى يلا عشان نختم. احنا بنتمنى للسويس الرخاء والازدهار ان شاء الله، ونتمنى لمصر كلها باذن الله الرخاء والازدهار على ايدي القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالنسبه للسويس نتمنى كل طيب يوم طيب بالنسبه للسويس نادي منتخب السويس كده يكون في عجاله معانا على برضو الهواء. نعلق عليك كده ده افتتاح نادي منتخب السويس اهو زي ما احنا شايفين رئيس مجلس اداره نادي منتخب السويس الاستاذ كابتن بحضور برضو السيد المحافظ امامنا اهو اللي هو عبد المجيد صقر حاجه عظيمه جدا. والسكرتير العام الاستاذ خالد سعداوي والسكرتير المساعد للمحافظه الاستاذ العميد ايهاب سراج الدين والقيادات التنفيذيه والامنيه والسياديه بالمحافظه بشرة خير طبعا زي ما احنا شايفين كده. ده صرح اجتماعي عظيم جدا. يلا عشان هنختم كل شعب السويس وانا منهم هنكون باذن الله. انا معايا طبعا في عيد السويس يوم السبت انا معايا هكون موجودين كلهم بقى. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وشعب السويس كل سنه وانتم طيبين طبعا. طيب وشعب السويس اشكرك سياده المستشار شرفت ونورت قناه الصحه والجمال. دايما بنسعد بفريق الاعداد. شرفت استاذ حسين بورجادي. استاذ هاني شرفنا بحضرتك جمال. واخر كلامي الله المستعان. وخليكم معنا في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.